بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. شكرا أولا للزميل مهند الجالي هنا في ملعب برج العرب، ولقاء العودة مباراة نهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية لعام 2019. الزمالك المصري التاريخ يواجه نهضة بركان المغربي الطموح طبعا في هذه البطولة. نادي الزمالك بجماهير وعشاق ومحبين وأنصار، وملعب برج العرب تقريبا ممتلئ عن اخره. هذا الملعب الكل يتحدث، جمهورك عايز يفرح يا زمالك. الزمالك يقدر الامجاد والبطولات، مقومات البطل ان شاء الله موجوده. اذكر مباراه الذهاب التي اقيمت الاسبوع الماضي انتهت في الوقت البدل الضائع بهدف كان لنهضة بركان، سجله اللاعب لابا كوتشو في تلك المباراه اللاعب التوجولي. نادي الزمالك في مباراه اليوم رغم الغيابات ورغم الايقافات، ولكن ياتي بطموح كبير هنا في ظل نتائج الزمالك المميزه الحقيقه، وطموح اللقب وطموح البطوله. وبهاء مجدي ومحمود عبد العزيز واحمد سيد زيزو 2015 امام فريق نادي يوبر، او ادار مباراه الرجاء والترجي في السوبر الافريقي في مطلع العام 2019. لابا كوتشو هداف هذه البطوله باسم الاسماعيليه من بورسعيد. كان امامنا هنا هذه الرايه والتسلل في هذه اللقطه، عمير ويدار وادوار اللي همنا هنا، وادي امامنا كره معموله ابراهيم حسن والتغطيه الدفاعيه المهمه. محمد عبد الغني هجمه هنا ما بين اوباما وعلبه بلمسه يد وركله جزاء وتقنيه البر. لابا كوتشو والعشير. خلي بالك يا محمود علاء، ادي الكرات الخطيره اللي هيعتمدوا عليها من لابا كوتشو. امامنا اهو الكوره ولاعيبه الزمالك بطاقه السيد سيما بابلاك امامنا هنا في الزامبي سيكوزو اللي ادار مباراه الذهاب. ادي الكوره وادي لعبه واحده لاوباما. اوباما يا راجل تحت جول، يا راجل تحت جول يا اوباما، تحت جول. ادي اول فرصه زملكاويه في الدقيقه السابعه، انفراد لاوباما. لكن يا ولد على التمريره، اتعملت حلوه قوي يا كهربا. ولكن ادي لوايح، وانسى لجنه المسابقات وانسى موضوع الدوري، ولازم يضيع ونسجل ان شاء الله. ابراهيم حسن كره عاليه وكره تقع على مرمى. في فرق بين التسرع وفي فرق بين السرعه، الكرات العرضيه ادي كره انطلاقه خطير. عمر النمساوي لكن المره دي محمود علاء، وفي رايه وتسلل امامنا هنا لحظه ما سدد، لكن حكم اللقاء يشير امامنا هنا الى ركله حره غير مباشره. خطورة الهجمات لأن بيلعبوا على المساحات. بص أمامنا هون المساحات الدقيقة السابعة، وأدي أمامنا واحدة الحميد أحداد، ملعب هو وحمد العشير. أدي أمامنا اتحاد طنجة المغربي ثم لعب في المجموعات. أمامنا حمد العشير لكن تسديد ما خطيرة جدا من لابا كوتشو للعشير. حتى هذه اللحظة أمامنا هو نادي الزمالك عودة تم استمرار طبعا غياب فرجان ساسي ومصطفى فتحي والايقاف لعمر السعيد وحمد. ثابته الخطيره هنا عمر النمساوي، ترتطم كره في كهرباء، بس النمساوي يلعب كره عاليه. الزمالك بالفوز على الداخليه 2-1. مشكله هذه الاسماء ضمن اختيارات اجير المكسيكي وهاني رمزي طبعا مع منتخب مصر ان شاء الله. ادي امامنا محمود على طول اماميه، استلام على طول حمد العشير، محمد عبدو سريع لابا كوتشو، العشير واخد الجانب الاخر وطمع فيها اللعيب الحريف الماكر في اللقطه الماضيه. خدع الجميع لابا كوتشو، خطير امامنا هو لابا كوتشو، فرصه كبيره جدا. لكن شوف اللعب على المطار واستقبال بعثه كهربا على طول امامنا هنا. كهربا سلام محمد القابه لابا كوتشو، لابا كوتشو والونش عدى لابا كوتشو، خطير لابا كوتشو رجع ملعب المباراه. ادي امامنا دكه البدلاء، اوباما ينتظر امامنا هو اللاعب ابراهيم حسن يسدد. يا ولد يا هيبه كوره حلوه، ايوه كده اشتغل. ادي ابراهيم حسن اللي سجل في مرمى فريق اتحاد طنجه وفي مرمى حسنيه اجدير. ادي امامنا هو اوباما الوطه الماضيه، لكن الكره الاماميه الخطير لابا كوتشو يلف لابا كوتشو لكن الى خارج. رقم 5 سلمان ولد الحاج، رقم 11 حمزه الاجراجي، رقم 15 محمد عبد الله، 18 بلال كثيره هنا والمعتاد يتقدم هنا اللاعب المدافع. ادي امامنا الراسي 4 بيتقدم في هذه الكره. بص امامنا هي الكره ملعوبه كامله، لعب يمكن فقط 3 لقاءات اساسي ومرتين اساسي في الدوري وثلاث لقاءات اساسي في هذه البطوله، واول انذار في هذه المباراه من نصيب اللاعب امين الكاس. اول انذار في مرمى بيترو الوالد، انذار اول امين الكاس اول كان خارج الملعب. امامنا امين الكاس اللي تلقى الانذار، كره ملعوبه على القائم البعيد ولكن بعيد.
وتحقيق التعادل في مجموع اللقاءين او بشكل يعني حتى الان الشمال الاولى جت يعني مساحات. ادي لاباكوجو التوجولي الشوط الاول وصلنا للدقيقه 39 وما زلنا مع التعادل السلبي. وادي لاباكوجو الاولى مرت وادي العرضيه لقى في المباراه الماضيه اللاعب عمر السعيد. طبعا ادي على هذه الكرات ادي محمد عبد الغني تدخل قوي وامامنا اهو شوف اللاعب اللي بيحاول حمدي العشير امامنا ادي حمدي العشير مع محمود صلاح وحكم اللقاء لازم يتدخل في هذه الكرات. حمدي العشير امامنا اهو بكر الهلالي ومحمود علاء والكل لازم يرجع ويشوف امامنا ادي جن سدد ابراهيم ترتطم الكره الى اوباما العرضيه الراسيه في بعض الالتحامات وفي بعض الكرات فار والاثيوبي راجل لقطه ولمسه اليد من قبل اللاعب اللي عملها ده العربي الناجي الى 54 دقيقه وهيتقدم ليها محمود علاء. اسمع احمدي ومحمود علاء